هلق هي بالنسبة للرجال هالشغلة هاي صعبة كتير عليهم، يعني ما بالك عن النساء. يعني هلق أنا بطلعني إنه كيف أنت عم تحسين تشتغلي فيها؟ إنه صعبة عليكي. بقولين يعني تعودت عليها، يعني صفيت أنا مثل الزلم عم تشتغل، بالعكس في زلم بيقولوا لي ما بنحسن إحنا نشتغل شغلك. نحن وقت نزحنا وجينا ما عندي محل، صرت اشتغل بالبلوك. لو كان صعب علي وانضغط علي، يعني نفس الوقت قول انه بدي اعمر بيت، بدي اعمل خيمه، والحمد لله الله رزقني خيمه وصرت اشتغل، ومن شغله زبطت خيمه، ونفس الوقت انبسطت، يعني نسيت التعب انه انا عم بشتغل وبركض وبقدم لاولادي، مشان يعني ما خلوهم يحتاجوا شيء، ما خليهم انه يحسوا حالهم انه ما عندهم اب ولا عندهم شيء، انه يعني فعلا هي شغله صعبه وتصعب علي كثير، بس بالنسبه لي لما اشوف اولادي انه عم بامن طلباتهم، يعني اجي على البيت وعم امن طلباتهم، يعني احس حالي مرتاحه. صحيح الشغلة صعبة هيك، ونفس الوقت إنه يتوجه لي كلام إنه أنت ماني خجلانة عم تشتغلي بهالمصلحة، هي يعني ما هي مصلحتك. قلت لي ليش بدي أخجل؟ يعني هاي شغلي، بالعكس هاي شرف إلي. يعني أنا عم بشتغل لحتى أعين حالي وعين أولادي، ما لحتى أجي أقول لك مثلا أعطيني هاتي، وكلها على باب الله، والحمد لله رب العالمين. أنا هالشغلة يعني اشتغلتها وما خجلت منها، لأن فعلا شغلي ما بتخجل، بالعكس هي شغلي بترفع الراس يعني بتعيش الواحد وبتستر، والحمد لله رب العالمين. Thank you.